تفصل بص يا استاذه الموظف ماجده، بص وهتضطهده احنا في تقرير الوقت اللي التقويم الموظف، كفاءه مش بيربطه هيبقى عارف، وهيجيبوه طب للموظف عشان تجديدات عشان كده يخرج بره بنتكلم الخدمه. بالكلام. الماده انا دي يا استاذ بتكلم، وائل لتسريح العماله ملهاش حل تاني، احنا بقالنا سنين طويله لا عمرنا احنا شفنا. مش معلش عايزين يا نضع سيدي الشك استاذ في وائل يا فندم، الشيء. هو يعني ده اللي بيحصل، انت شايفه، انهم انا لم شايفه يجدوا وسيله طبعا يا لتسريح فندم الموظفين طبعا دي تسريح فقالوا الموظفين تعالوا مش شغل التوظيف. لحظه زي دي يا ده انا استاذ هتلاقي نص البلد تقريبا قاعده في يا البلد جماعه بيعمل بس الكلام ده، يا جماعه بس عشان نص الموظفين قاعده في استاذه البلد زينب، هل وسيحصل فصل طب الموظفين انا الاقساط متاكده. بتدخل هسالكم خطوه ماشي استاذ، هل ده معمول لتسريح الموظفين ان انا اقلل اعدادهم اتخلص منهم فيبقى عندي سلاح جديد موجود وهو كشف المخدرات زي ما بتقول الاستاذه ماجده؟ الأستاذة ماجدة مع احترامي كتير جدا ليكي، لكن أنا شايفة حضرتك بتنتقي كلمات كبيرة جدا واتفصل. وهتعمل بلبلة. انتقي لا ايه اكتر لا من أنا اتفصل؟ آسفة، يعني موظف بتقولي فصل، اتخرب انحرف بيته وقعد في البيت، واتخرب لا انت لو خرب بيتنا يا كلنا الغير اتخرب سوي بيته، يعني يا حد أستاذة ما احنا غير اللي مخروب موظف بيتنا في احنا. أمان طيب وفجأة ده قاعد في البيت، معلش هو انا مش في حاجة، في عاوزة كارثة حضرتك اكبر من دي؟ تنتقي الكلمات اللي بتقوليها في طبعا ظل ما احنا، الظروف ما هو اللي زي احنا ما فيها حضرتك دي. برضه دي اول بتقولي، نقطة، يعني قلتي يعني بعض بتقول الاقوى، انحراف حضرتك في قلتي استخدام، بعض انا مش هعرف اتكلم مع قلتي حضرتك حاجات كتيرة عشان جدا ندي بس فيها الاستاذ اهانة زينب. للموظف اصلا. انا اسفه جدا، انا اللي يقبل ان هو يدخل عمله وهو مدمن مخدرات، انا ما قلتش متعاطي كمان، مدمن مخدرات واخد فرصه هي مش هتقدري حضرتك تفصلي هو مدمن ولا مش مدمن. مش انا هو ده نفسي القليل اللي احنا بنتكلم فيها اهو، الدكتور بيتكلم، ما هو تعريف فندم انا وانت مش دكتور، الدكتور الماده هو كان طب ما هو الدكتور احمد العرجاوي دكتور، ما هو الماده الشبه 69 بتقول في وماسك الكوميسيون الطبي وعارف الدنيا هتمشي ازاي. يا فندم حضرتك في لجنه طب الصحه. طب يا فندم خلونا يا جماعه في السؤال، هل ده قبل ما اطلع لجنة فاصل، هل ده معمول للتخلص من بالتأكيد لا المخزن تقليل الجهاز الإداري يا فندم في يعني الدولة؟ ده أكيد بالتأكيد لا. أنا هسمع هنا وهرجع لكم. أنا يعني هم عايزين 2 مليون من الآخر موظف موجود. يا جماعة يا جماعة لو سمحت، أنت مع الدولة أهو يا جماعة لو سمحت، طبعا أنا مع حد بس الدولة طبعا يتكلم. أستاذة زينب بتتكلم بس. أنا ضد التلويح بالتشكيك في الدولة ما بنشككش في الدولة، بنشكك في التحليل. أقول لحضرتك حاجة، أنا لسه مدية يا فندم الإعداد رقم تليفون دكتورة إيناس دي دكتورة التحاليل، بتقول لك العينات يا فندم ممكن تتبدل. حضرتك طيب متأكدة إن بعد كل اللي هيحصل في كل التحاليل اللي هتحصل على مستوى الدولة دي، متأكدة يا فندم أجهزة إن إدارية للدولة، يا فندم التحليل ده مش هيتبدل؟ خلينا نديها المجال. متأكدة إن التحليل مش هتبدل؟ أنا اديني براهين يا فندم دلوقتي، يا فندم اديني أنا ما براهين، بتخانقش مع اديني يا فندم براهين إن التحليل أستاذة ماجدة، أستاذة ماجدة خليني بس أديها المجال. يا جماعة أنا عايزة منطقية، مش عايزة أتكلم في أحلام، إحنا سمعنا أحلام. أكيد كلنا نتفق على إنه ليس مقبولا إن يبقى في طبعًا موظف يتعاطى طبعًا المخدرات، طبعًا. ولكن انا عايز وبالتأكيد احنا بين انا عايز اظلمه بالظبط وبين الموظف اللي بيتعالج انت عشان على الموظف ده المطلوب اللي حضرتك بتقوليه ده. طبعا اتفضلي يا استاذ. انا عايز اعرف الحلقه النهارده عشان بنناقش الموظف المدمن وموقفه، احنا مش جايين بنناقش الماده يا فندم، بنناقش الماده. طب ممكن تقري الماده؟ طيب الماده دي وهقرا لحضرتك، وهقرا لك تعارضها مع الدستور حالا. 69 حالا يا فندم. طيب اما يجي بس خلينا نديها المجال بس. اتفضلي يا استاذ. الماده 69 قانون الخدمه المدنيه. خلاص احنا قلنا الماده. انا بس انت لا على فكره الماده هل ده 69 يا فندم. طب لو يا استاذ يا جماعه الوقت بيضيع والله كده، هل ده لتسريح العمال والتخلص لا منهم يا فندم والموظفين؟ لا انا اسفه جدا، العامل او الموظف اللي ماشي على اللائحه وعلى القوانين هي فندم الماده 66 استاذ وائل بعد اذنك. طيب لو تقدر الكاميرا تجيبها. طيب مش الماده 69، ماده 66. خلينا بس نديها يا استاذه ماجده، هي كل ما تتكلم بناخد منها الكلام. ماشي يا فندم، خلينا نديها بس استاذه ماجده بس. اتفضلي. احنا دلوقتي احنا ما بنحاكمش حد، احنا بالعكس احنا الموظف او اي واحد متفرد في عمله وراجل ملتزم كويس، احنا دورنا ان احنا نظهره ونحط الضوء عليه. لكن العناصر اللي ممكن تشذ او تعمل بلبله في المجتمع انا اسفه جدا، انا ارفضها تماما. وبعدين في عندنا لو حد بياخد ادويه وفي بلبله من فضلك لو سمحت، لو هتقطعي تاني اكتر من انا، لو هتقطعي اخلي نص الموظفين كده لما اخلي نص الموظفين يا فندم في بلبله اكتر من انا اخلي كل الموظفين متقاعدين بطلوا ادمر بيوت. هو في اكتر من ده يا فندم؟ لا مين اللي تاجر؟ ما تزايديش علينا، احنا سيبينا احنا مع الدوله. طب يا جماعه يا جماعه خلينا ما تزايديش علينا، احنا بندافع عن الموظفين، ما بندافعش عن الموظفين.
مش بندافع عن الموظف المحترم المريض اللي ممكن يا جماعه ممكن الاصوات بتاع استاذه دكتور احمد. انا عايز خلينا في السؤال بس هم دخلوا دخلوا في الاطار العام ان ده معمول للتخلص مستحيل طبعا احنا كلنا مع مصلحه وتسريح العمال والموظفين. احنا كلنا زي محمد بيه ما هو مسؤول زي مجد هانم ما هي بتقول احنا كلنا حريصين على العامل المصري وعلى المواطن المصري. بس انا عايز اقول حاجه، انا تعالي شوفي معايا المصحه النفسيه وشوفي معايا وضعنا. احنا مفيش مكان في مصر اسمعيني حضرتك، انا بحط قانون مبني على اسس علميه دقيقه، انا بقول اصلاح اداري. انا عايزه دقه واحده في المستشفيات الحكوميه يا فندم. يا استاذه اسمعيني، حضرتك في لجنه الصحه، اذا كان حضرتك هتاخدي الحلقه بالطريقه دي يبقى احنا ما ينفعش. انا مش عايزه حكه تنرفزني. لا 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 اسمعيني لو سمحتي، استاذه ماجده اسمعيني، محدش بيقاطعك. انا عايزه اسال سؤال بجد والله، ما تسالينيش حضرتك، اسمعيني للاخر، هنسمعه وبعد كده ما تجيش. انا مش سايق، انا مش سايق عشان خاطر اقدر اتناقش مع حضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل اتكلم، اتفضل. يا وائل بيه، القانون مبني على اسس علميه دقيقه جدا. الماده 177 اللي احنا بنتناقش فيها دي بتقول ان العامل هيخضع لكشف طبي. الكشف الطبي ده كشف طب مخدرات بس ولا لا؟ ده كشف، ده لياقه، اسمها اللياقه الصحيه. لا، اللياقه دخلها في الاول، اول ما دخل المهنه. تمام اللياقه الصحيه دي بين اللياقه وبين من اللي يخل باللياقه الصحيه؟ المخدرات. انهي نوع من انواع المخدرات اللي هو الادمان؟ الادمان نفسه. وانا عشان اقول ان ده مدمن يبقى لابد ينطبق عليه 1 2 3، لها شروط. مش انا المريض اللي هو بيتعالج هحطه في الادمان، ولا المريض اللي بياخد دواء كحه هحطه في الادمان، ولا المريض اللي بياخد كحوليات هحطه في الادمان. كل دي حاجات معموله. وبعدين اللائحه حضرتك في المجالس الطبيه وفي الكوميسيون الطبي اللي هو هيقول برضو. يا فندم اسمعي، الكلام بيقول ان السلطه المختصه يعني المجلس الطبي هيقدم للسلطه المختصه. السلطه المختصه اللي هي رئيسك الاعلى يا فندم، يا فندم لا، اللي هو المفروض لا حضرتك اسمعي بقى، السلطه المختصه هو المحافظ الاقليمي. بناء على التقرير اللي جاي له طيب خليني هطلع فاصل.